إذا تذكرت ما قد حل بالوطن سعيت جهدا بنفسي غالي الثمن نفديه بالمال والروح التي ألفت عز الأباة الكماة الصيد في المحن لأجل ذلك قام الضيف قدوتنا بالسعي بين الرجال الشم ذي المنن زار الجزائر ابن شرح محنتنا مما يعانيه شعب كان في قنن نعم في علو الجبال نعم القنن من الرخاء وأحكام له عظمت بين الورى مفخرا في السر والعلن نحن الثلاثة جئنا للبلاد التي رست أصولهم من سالف الزمن لما حللنا بساح الجود في وطن نلنا الهنا بانزياح الهم والمحن ثم ارتمى الحاكم المخذول في شرك مقيدا نفسه للغاصب الفطن سال لعاب العدا مما سيحصده من الثراء ظلما يا ذوي الفطن ويا ليوت الوغى قد طال نومكم فهل رضيتم بحال الذل والوهن ما شاء الله أم أنتم للعدا نهب ومغنمة إن لم تقوموا لعز الدين والوطن ما شاء الله طبعا ما شاء الله القصيدة طويلة وطويلة النفس وأنت في سن حديث كنت في يعني تقريبا في 20 من عمرك في ذلك الزمان تقريبا هكذا أو دون طبعا هذا الكتاب يعني أرخت فيه بعض ذكرياتك هذا كله بدأ من عمان وراح إلى السعودية نعم وراح إلى مصر وراح إلى الجزائر وانتقل حتى إلى بريطانيا ما شاء الله ورجع كذلك القهقراء حتى رجع إلى عمان وكانت أول وظيفة أسندت إلي بعد الرجوع النهائي نعم. في عام 87 نعم. هو في دائرة التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم ما شاء الله. وفي العام الذي جاء بعده أسند إلي لإدارة شؤون المعاهد الإسلامية جميل سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل الحمد لله وهذا حتى الكتاب نريد أن نستفيض معك حول تفاصيله كذلك بإذن الله تعالى هذا هكذا أنا نعم. قيدته وعملته هو محتاج طبعا ما في مؤلف إلا وهو مستهدف ما شاء الله لأنه رضاء الناس غاية لا تدرك ماذا أسميت الشيخ؟ ماذا أسميت الكتاب؟ الحقيقة أنه كان اسمه ثم تغير نعم. مواقف وعبر لزمان قد غبر ما شاء الله هذا تاريخه الآن عاد يكون 43 400,000 نعم 2022 ما شاء الله هي. لكن نظرت إلى أمر في ذلك نعم. فعملت عنوان بعد قال لك لما يزيد نسميها أبو زيد بعد لا زال في طي الكتمان وإن شاء الله أنا آمل أن يظهر هذا ويكون في متداول لذاك الناس إن لم يكن مشغلا لأوقاتهم فلا أقل أن يكون شيء يرجعون إليه كمسودة جميل جميل ما ككتاب كمسودة ما شاء الله لأنه إحنا مشكلتنا وهذه رأي الشيخ إبراهيم بن عمر بيوط نعم. لما عنده ثلاث محاضرات نحن والصحابة نعم. قال من الذي الآن يستطيع أن يحكم التاريخ ويحكم على قوم أنهم على حق ولا على باطل طالما أن التاريخ لم يكتب بأمانة نعم لأنه من كتب التاريخ ليسوا من الناس الذين حصل منهم ذلك الشيء نعم. والمشكلة أنه جاء من يكتب عنهم. التاريخ وكتب على حسب ما رؤي له نعم. لا ما على حسب ما رأى ولذلك يقول إحنا هو نفس الشيخ إبراهيم بن عمر بن يوسف يقول إحنا هناك في قضايا كنا أطراف فيها نعم لما لم نكتبها نحن كما وقعت جاء من يكتبها بعد ذلك فكتبها على حسب ما رويت له نعم.
وكتبها على غير حقيقتها فرسخت في من قرأ بعد ذلك. فهذا هو التاريخ، يعني ما في واحد. هذا التاريخ إن كتب بأمانة كما يكتب لك يكتب عليك، سبحان الله، ما في واحد مبرأ أبدا. نعم. من العيب. نعم. نعم. وهكذا الدول تقوم في بدايتها بشدة. نعم. ثم يأتي بعد ذلك ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. نعم. إذن هذا التاريخ ما ملك شخص. نعم. هذا ملك الأمة. صحيح. ملك الأجيال القادمة. إحنا الآن لما نستقرئ عن دولة النباهنة. نعم. اللي استمرت فوق 5 قرون. نعم. ولم تكتب هذه الحق. هل معنى أن هذا تاريخ ما فيه هناك سلبيات وما فيه إيجابيات؟ ما في تاريخ لو فيه إيجابيات. نعم. إذن وعين الرضا عن كل عين إن كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. نعم. إحنا نأخذ الإيجابيات ونترك السلبيات. جميل. جميل. لأنه ما في واحد مبرر من العيب أبدا. صحيح. إذن هذا هو، هذا ما ملكي أنا. نعم. هذا ملك الأجيال القادمة. ما شاء الله. ممتاز. حتى لا يأتي الجيل القادم ويقول أنا ما وجدت شيء عن هذه الفترة، لماذا أنتم تتقولون؟ هذه بادرة طيبة الشيخ منك في تدوين هذا التاريخ. وأنا دائما أقول أي واحد عنده أي معلومة يكتبها ويخليها. نعم. كمسودة. أدقي بعد ذلك ويرجع إليها كوثيقة. صحيح. يعني معتمدة. نعم. وأنا كلمت كم من واحد من الذين هم أطراف في بعض القضايا، أقول لهم كتبوا. نعم. كتبوا هذه الأشياء كما وقعت. نعم. صحيح. حتى لا يأتي من يكتب بعد ذلك ويكتب على غير ما وقعت ويظلم آخرون. نعم. هذا ما يصح هذا. صحيح. صحيح. قال هذا يعني للأسلوب الذي خاطبوني به، قال هذا يعتبر ذاك تمجيدا للنفس. قلت هذا ما تمجيدا. نعم. للنفس. صحيح. هذا وقع حادث يذكر كما حصل. كما حصل فعلا. هذا احنا ذاك. جميل. انا ما كتبت هذا الا من هذا الباب. جميل. جميل.